عارف اعمل ايه؟ قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه؟ اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه؟ وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا بحضراتكم في حلقه جامعه حلقات برنامج اولادي جننوني. تتلهف الام كثيرا لسماع صوت ابنها، وعندما يتاخر في النطق تشعر بشيء من الألم لأنها تحب أن تسمع ابنها في سن مبكر. وأثبتت الإحصائيات الأخيرة أن 3% إلى 10% يعانون من تأخر في النطق. قد يكون هذا بسبب تأخر عضوي أو بسبب مشكلة أخرى يجب معالجتها. وحول هذا الموضوع تأخر النطق في الكلام لدى الأطفال يشرفنا أن أستضيف أستاذ أبو الخير أحمد أخصائي أمراض النطق والكلام والتنمية اللغوية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ خالد. اهلا بك في حلقه جديده وموضوع مهم جدا يزعج الكثير من الاباء والامهات عندما يتاخر الابن في النطق. في البدايه نريد ان نعرف ماذا نعني بمصطلح تاخر النطق لدى الاطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الانبياء وسيد المرسلين. انا بتفق مع حضرتك ان الموضوع النهارده موضوع شائك بيهم اسر كبيره جدا او عدد كبير جدا من الاسر المصريه في موضوع تاخر النطق والكلام عند الاطفال. في البدايه عشان نعرف موضوع تاخر النطق والكلام احنا هنفرق ما بين حاجتين، تاخر النطق وتاخر الكلام. لو جينا اتكلمنا عن تاخر النطق هنقول ان الطفل مثلا عدى مرحله معينه من العمر الزمني بتاعه مفيش نطق خالص، وليكن مثلا نقول سي مثلا الطفل بقى عنده سنه او سنه ونص او سنتين ومفيش نطق خالص، ده بنقول عليه تاخر نطق. لكن بالنسبه لتاخر الكلام ان الطفل مثلا عنده سنتين عنده 3 سنين لكن الحصيله اللغويه او الكلام بتاعه قليل جدا لا يتماشى مع المرحله العمريه بتاعته، ساعتها كده بنقول عنده تاخر في الكلام. طيب ايه هو بقى تاخر النطق او ايه هو تاخر الكلام؟ هنقول ان العمر الزمني للطفل لا يتماشى مع العمر اللغوي للطفل، يعني احنا عندنا الطفل مثلا سي هنقول اللي عنده سنتين المرحله الزمنيه بتاعته سنتين لكن المرحله اللغويه بتاعته اقل من سنتين، ده بنقول فيه تاخر او في فارق ما بين العمر الزمني والعمر اللغوي. وفي قاعده دايما احنا بنطبقها للام العاديه لو حد في البيت عايز يطبق القاعده دي على اولاده ويقدر يعرف اذا كان ابنه متاخر في النطق والكلام ولا لا. اختبار مش اختبار، احنا بنقول على قاعده صغيره جدا اي ولي امر او اي ام او اي اب في البيت ممكن يلاحظ الموضوع ده على ابنه ويقدر يعرف اذا كان الطفل فعلا متاخر في الكلام ولا لا. احنا القاعده بتاعتنا العاديه خالص المبسطه وبكل تبسيط لكل اولياء الامور بنقولها 1 2 3. يعني ايه 1 2 3؟ يعني احنا عندنا في السنه الاولى بيبقى الطفل العمر الزمني بتاعه سنه لكن العمر اللغوي بتاعه كلمه، يقدر يقول كلمه واحده مكونه من كام حرف بس هي كلمه واحده بيقدر يعبر بيها، ولتكن مثلا بابا ماما انبو عم او اي كلمه بيقدر يعبر بيها، يبقى الحصيله اللغويه بتاعته بتتمثل في كلمه واحده. ده بيبقى عند سن قد ايه يعني؟ ده عند سن سنه. عند سن سنه. عند سن سنه هو ينطق ببعض الكلمات. في البدايه بيكون بكاء، يعني في بدايه الطفل بالظبط دي مراحل بقى تطور اللغه عند الطفل. جميل. اللي هي بتبتدي من الاول من مرحله البكاء، بعد كده المناغاه، بعد كده الكلمه اللي احنا بنقول عليها اللي هي رقم 1 في السنه الاولى بيقول كلمه، رقم 2 في السنه الثانيه بيكون الحصيله اللغويه بتاعت الطفل كلمتين، الجمله بتاعته مكونه من كلمتين، يعني لو عايز يقول يا ماما انا عايز اكل فبيقول ماما اكل، يبقى اختصر الجمله كلها او الحديث بتاعه كله في كلمتين بس. رقم 3 اللي هي السنه الثالثه الحديث او الجمله بتاعته بتختصر في 3 كلمات، لو عنده جمله من 4 أو 5 كلمات بتختصر في 3. السنه الرابعه يبقى عنده الجمله بتاعته 4 كلمات. طيب الام تعرف ازاي ان ابنها متاخر في النطق والكلام؟ هتشوف الام، انا دلوقتي ابني عنده ايه؟ عنده سنتين، يبقى المفروض بيقول جمله من كام كلمه؟ من كلمتين. طب الطفل بيقول جمله من كلمتين ولا ما بيقولش؟ بيقول، يبقى كويس. طب ما بيقولش يبقى كده في مشكله، نبتدي ندور ونشوف ونتجه لاقرب اخصائي نطق وكلام عشان يعرف لنا المشكله فين. جميل. ولا خلينا ناخد من هذه النقطه سؤال، الولد والبنت هل ينمو البنت اسرع من الولد او الولد اسرع من البنت في فكره النطق بالكلمات؟ يعني دايما بنلاقي في بعض الاحيان طفل او طفله اسرع في الطفل حتى الاثنين في سن واحد، ويبدا الاهل يقارنوا انا ابن فلان مش زي بنت فلان والاثنين مولودين في يوم واحد وفي ساعه واحده وفي شهر واحد، دي بدات تتكلم هو ما بداش. هل ده له علاقه بالجنس مثلا؟ طبعا اكيد له علاقه، في حاجه مؤكده اللي احنا بنتفق عليها مبدا الفروق الفرديه، كل شخص او كل حد فينا ليه فرق فردي او ليه فروق فرديه خاصه بيه هو. في فروق فرديه ما بيني انا وما بين حضرتك كذكور وما بين الاناث، وفي فرق ما بين الذكور والاناث. جميل. يعني لو جينا نتكلم مثلا عن الولد وعن البنت هنلاقي ان دايما البنت العمر اللغوي بتاعها اسرع من الولد ب6 شهور. يعني هنلاقي البنت لو مثلا عمرها اللغوي سنتين، لو عمرها الزمني سنتين هتلاقي عمرها اللغوي ما بين سنتين وسنتين ونص.
دايما بتلاقي البنت اسرع من الولد بست شهور دايما في الكلام. عشان بعض الاباء لا خالص دي فروجن سايد حد فيبدا ان هو يشوف ان الولد ابنه مولود في نفس التوقيت تقريبا وعنده نفس والبنت بتقول كلمتين ثلاثه والولد مش عارف يقول كلمه واحده. لا طبعا بيشعر بحاله من يعني ان الطفل ده عنده مشكله او عنده مرض وبالتالي يبدا ان هو يكون قلق عليه. لا هو بالنسبه للذكور والاناث زي ما بقول لحضرتك الاناث دايما اسرع من الذكور في اللغه بست شهور وده ليه تفسير عمره وممكن وقت الحلقه يسمح ان انا ممكن افسره ان الذكور في حاجه اسمها نظريه الغمض النخاعي دي في الدماغ تمام اللي هي تغطيه المحاور العصبيه الرئيسيه في الدماغ بشاء واقي. هضرب مثال بسيط جدا للسيدات اللي موجوده في البيت. لو عندنا سلك كهرباء متغطي بالطبقه البلاستيك اللي عليه وسلك كهرباء مش متغطي مين فيهم هيوصل الكهرباء اسرع؟ اكيد اللي متغطي. اللي متغطي هيبقى فيه احتكاك وفي حاجات في ذرات الجو المحيطه فمش هيوصل كويس، لكن السلك المتغطي هو اللي هيوصل. طب ده ايه الرابط بينه وبين النطق والكلام؟ تمام. احنا عندنا نظريه الغمض النخاعي اللي هي بتتكون في الدماغ بتبتدي من سن سنتين، بتبتدي المحاور العصبيه اللي في الدماغ بتتكون او بتتغلف بغشاء واقي بيقدر يحافظ على المحور العصبي اللي موجود. طب النظريه دي او العمليه دي او الحاجه دي بتتم عند البنت قبل الولد بست شهور. عشان كده دايما يعني بنقول يعني بالظبط في فرق ست شهور كده بعد كده ابدا قارن ابتدي قارن. وكمان احنا مش عايزين نقارن، احنا عايزين يعني دي من ضمن النصائح اللي بنوجهها للاهل النهارده، ما تقارنش الطفل بطفل، قارن الطفل بنفسه. يعني ايه ما تقارنش الطفل بطفل وقارنه بنفسه؟ يعني انا مثلا دلوقتي عندي ولد اسمه احمد ولد اسمه محمد، لما اجي اقول لاحمد يا احمد ده محمد احسن منك، ده بيتكلم اسرع منك، ده محمد كويس جدا، ده بيتعامل مع الناس، انا لما هخرج بره هاخد محمد ومش هاخد احمد. احمد نفسيته هتبقى عامله ايه؟ اتجاهاته النفسية ما بينه وما بين محمد التاني ده هتبقى عاملة ايه؟ لو مسك محمد اكيد هيخنقه. يبقى احنا كده عملنا ده بيخلق نوع من انواع الـ يعني العدوانية الطفل عند العدوانية وانه يبقى طفل متضايق وانه يبدا يقارن. قبل ما نكمل جزء سؤال مهم ازاي اخده ولكن في فيديو معانا بيتحدث عن هذا الموضوع، هنروح لهذا الفيديو ونرجع مرة تانية. يعني مرة تانية بعد ما اخذنا الفيديو بيتكلم، يعني تقدر تبسط لنا او تشرح لنا الفيديو في 30 ثانية. هو الواضح من الفيديو ان في شخص ايا كان بقى سواء اب او اخصائي تخاطب بيعلم البنت اللي موجودة معاه بيعلمه طريقة النطق تمام او بيكلمه او بيعلمه اللي هي الحصيلة اللغوية بيديله مسميات الاشياء تمام، فدي بتزود الحصيلة اللغوية عند الطفل ودي من ضمن الاسباب اللي بتخلي الطفل يتأخر في النطق، اللي هو لو احنا ما اديناش للطفل حصيلة لغوية فبالتالي الطفل مش هيتكلم. لو ضربنا مثال وقلنا مثلا احنا عندنا ورقة بيضة، الورقه البيضاء دي انت كتبت عليها كلمه واحده، لما تيجي تقراها هتقرا ايه؟ هتقرا كلمه واحده. طب لو كتبت سطر هتقرا سطر، طب لو مليت الورقه كلها كلام هتقرا الورقه كلها كلام. ده اللي احنا بنقول عليه الحصيله اللغويه للطفل، ورقه بيضاء الاب والام او البيئه المحيطه هي اللي بتسطر الكلام اللي موجود فيه، على حسب المثيرات البيئيه اللي موجوده في البيئه هي اللي بتقدر تسطر الكلام اللي موجود ده. طيب ما سطرناش يبقى مش هنقرا، يبقى ده سبب من ضمن اسباب تاخر نطق الكلام عند الاطفال ان الاهل او الاب او الام مشغولين شويه عن الطفل ما بيتكلموش معاه، ما بيقدملوش الحقائق او الوقائع او المسميات الاشياء اللي موجوده قدامه فبالتالي الطفل مش عارفها. جميل. لو يعني هل ممكن توجد اسباب وراثيه او اسباب تتعلق بالاسره نفسيا؟ يعني ممكن يكون في مشاكل في الاسره ما بيتكلموش كتير مع بعض او مش دايما متواجدين مع الطفل، فهل الاسباب الوراثيه او العامل الوراثي لدى الاسره من الممكن ان يؤثر بنسبه كبيره على تاخر النطق او الكلام عند الطفل؟ طبيعي لازم الوراثه تاثر، بس احنا هنقسم الاسباب لكذا سبب. هنقول حاجه اسباب عضويه اسباب اجتماعيه واسباب نفسيه. الاسباب الاجتماعيه والنفسيه دي احنا ممكن نحطها في دايره واحده اللي هي بنقولها البيئه المحيطه للطفل. الاسباب العضويه اللي هي تندرج تحتها الوراثه. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا مثلا من ضمن الاسباب العضويه لتاخر النطق والكلام ممكن الطفل يكون مصاب بنوع من انواع الاعاقات. ممكن يكون السمع مثلا بتاعه عنده مشكله في السمع كده. فبالتالي ما بيسمعش فمش هيتكلم. تمام، عنده مشكله في السمع، عنده مشكله في القدرات العقليه نفسها، عنده نقص في قدرات الذكاء، ففي علاقه طرديه ما بين نقص قدرات الذكاء او نقص القدرات العقليه وما بين صعوبه الكلام او صعوبه النطق والكلام. فكل ما قلت الحصيله حصيله الذكاء او القدرات العقليه للطفل كل ما قلت معاها تاخر النطق والكلام عند الاطفال. كذلك برضو السمع، لان السمع من اهم اسباب مؤخرات النطق والكلام. انا دلوقتي ما بسمعش او مفيش مدخل، فالمخرج هيكون ايه؟ مفيش. انا ما بسمعش حضرتك وانت بتكلمني، فبالتالي مش هخزن في الحصيله اللغويه بتاعتي، فبالتالي لما اجي اتكلم مفيش مخرج، يبقى انا هطلع مخرج منين؟ مفيش. عشان كده دايما بنقول الاهتمام بالسمع ده من اهم انواع علاج النطق والكلام. اول حاجه بنفحصها في الطفل لما بيجي لنا بنفحص السمع، وزي ما بنقول السمع يمكن هو الحاسه الوحيده او اول حاسه بتتكون وبتشتغل في الطفل، لان السمع بيشتغل عند الطفل من 3 شهور في الحمل، الثلث الاول من الحمل يبتدي السمع يشتغل عند الطفل، واخر حاسه بتموت مع الشخص هي حاسه السمع. عشان كده يا ربنا سبحانه وتعالى دايما في كل مواقع القران لما يجي يتكلم بيقول ايه؟ ان السمع والبصر والفؤاد.
تمام، فهتلاقي ده من السمع قبل البصر، ان الله سميع بصير، فدايما بتلاقي السمع قبل البصر، عشان كده دايما السمع ده من افضل الحواس ومن اهم الاسباب اللي بتؤدي لتاخر النطق والكلام عند الاطفال. جميل، هناخد فيديو تاني بيتحدث عن نفس الامر ونرجع مره تانيه. مره تانيه وبعد الفيديو اللي اخدناه هو فيديو بيتحدث عن النطق عند الطفل وبيتحدث عن تعليم الطفل النطق، ده احد الوسائل التعليميه لتعليم النطق عند الطفل. قبل ما ناخد الوسائل التعليميه وكيف نعلم الطفل الكلام، عايز يعني ندي للام روشته سريعه كده تبدا تعرف من خلالها ايه هي الاعراض او ايه هي الحاجات اللي تشوفها على طفلها وتشعر ان هو عنده تاخر في النطق وتبدا تنتقل بيه الى اخصائي تخاطب او دكتور في هذا التخصص. يعني اول حاجه من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها ان انت تشوف العمر الزمني بتاع الطفل والعمر اللغوي بتاعه، هل متماشين مع بعض ولا لا، في تاخر يبقى تبداي تذهبي لاخصائي نطق وكلام وتبتدي تتكلمي معاه وتشوفي المشكله. تبقى تشوفي الطفل المرحله الزمنيه بتاعته واقرانه الاطفال التانيين، مش بقول نقارن، انا بقول نشوف المرحله العمريه ما بين الطفل واقرانه، يعني بشوف مثلا اخواته في السن ده كانوا بيتكلموا ازاي، صاحبه مثلا في السن ده بيتكلم ازاي، ابن الجيران بيتكلم ازاي، وما بقولش نقارن، انا بقول انا كأم انا اللي ألاحظ واشوف الاحظ واشوف هل في فرق ما بينهم. في فرق، يبقى انا دلوقتي ابتدي اتوجه. طب هل الطفل لما بيجي بيتكلم بيقدر يعبر عن نفسه بكلمات واضحه انا بقدر افهمه، لو حد غريب داخل البيت هيقدر يفهمه، ولا الطفل لا بيعتمد على كلمات او مصطلحات غير مفهومه تكاد تكون الام واحده بس هي اللي بتقدر تفسرها. كل دي معطيات او كل دي حاجات بتؤدي او بتقول لنا او بتدينا مؤشر ان الطفل عنده تاخر في النطق والكلام. كذلك الامر برضو لما انا اكون طفل مثلا عايز اشرب او عايز اكل او عايز اعمل حمام مثلا، ممكن اشد ايد ماما واروح للحاجه اللي انا عايزها، اخد ايد ماما واروح للميه عشان اشرب، اشاور لماما على الميه. طب ليه الطفل ما يتكلمش؟ يبقى كده الطفل عنده مشكله في تاخر النطق والكلام. جميل. يبتدي نتجه لاخصائي تخاطب او اخصائي نطق وكلام عشان يقدر يشوف لنا المشكله فين. وبمناسبه ان الطفل بيشد ايد الام او ايد الاب للحاجه، انا بحب اوجه نصيحه لكل الامهات، لما ابنك يشاور لك على الحاجه ما تديهالوش، قولي له الاول انت عايز ايه، انت عايز ميه، طب قول ورايا ميه، استغلي نقطه ان هو بيشاور لك على الميه او على الحاجه دي بالظبط، وابدا يخليه هو يقولها، خليها مدعم ومحفز ليه. يبقى هو الطفل بيقول لك انا بيشاور لك على الميه، ما تديلوش الميه، لا قولي له انت عايز تشرب ميه، طب قول ورايا ميه، بلهب وبهزار هيبتدي الطفل واحده واحده يبتدي يتكلم معاك ويقول ميه. يبقى انت كده الطفل شرب وفي نفس الوقت انت اديته مفهوم ان ده ميه. المره اللي بعدها لما يجي يتكلم هيحاول حتى يقول لك ما، يعني هيبتدي يدي اي اشاره ان هو عايز الميه، مره في مره تبتدي الطفل يتكلم في الميه. طبقي الموضوع ده كله على كل الحاجات، لان الموضوع ده ليه اثر سلبي. انا لو معلش لو حضرتك شاورت للام على الحاجه وجبتها، طب انا هتكلم واتعب نفسي ليه؟ طب ما انا بشاور على الحاجه بتيجي لحد عندي. الكسل عند الطفل، الكسل، وفي نفس الوقت احنا دايما بنقول الاشاره اسهل من الكلام. انا بشاور كده فانت جبت لي الحاجه، فما فيش حاجه عندي ان انا اتكلم، انما لما انت قلت لي لا قول ميه، قول اكل، قول موزه، قول كذا، قول كذا، طب قول كذا وانا اديها لك، عملت لي محفز وفي نفس الوقت شجعتني ان انا اقولها، يبقى المره الجايه انا مش هكسل واشاور، لا انا هبتدي اتكلم واقول. عشان كده دايما بنصح الامهات ما تلبيش حاجه الطفل او ما تلبيش احتياجات الطفل بمجرد ان هو يشاور لك عليها، خليه يتعود ان هو يتكلم ويطلب الشيء اللي هو عايزه. جميل، طب هل اختلاف اللغه في البيئه المحيطه الواحده يؤثر على تاخر النطق لدى الطفل؟ يعني لو الاب بيتكلم بطريقه والام بتتكلم بطريقه وبعدين حطوا الطفل في محيط مختلف شويه، فبدا المحيط ده بيقول على نفس الحاجات مصطلحات مختلفه، فممكن يحصل اضطراب لدى الطفل فيتاخر في النطق. اكيد طبعا، لان انت لما بتتحط في اختيارين ما بين حاجتين انت بتختلف او بتتردد تختار يمين ولا شمال. يعني مثال لو قلت لحضرتك مثلا بابا جاي قال لك خش نام وماما قالت لك تعالى عشان تاكل، هتعمل ايه؟ هتنفذ كلام بابا ولا كلام ماما؟ كل واحد فيهم ادى امره معين. طب دلوقتي لما يجي يتكلم مثلا على مصطلح او اسم شيء موجود في البيت، فيعني وليكن مثلا سيها نقول مثلا طماطم، في ناس بتقول عليها طماطم وفي ناس بتقول عليها قوطه وفي بعض البلاد الثانيه بيقول عليها بندوره. طب انا دلوقتي لما بابا يجي يقول لي اسم شيء وماما تيجي تقول لي اسم شيء ثاني، طب انا كطفل هكتسب ده ولا هكتسب ده؟ طبعا الطفل هم الاثنين شيء واحد، فهو مش عارف يجمع ايه فيهم، فالطفل بقى عنده ازدواجيه في اللغه. والموضوع ده بيفسر ظاهره يعني منتشره جدا. قبل ما ناخد الظاهره المنتشره اتفضل ناخد فيديو ونرجع مره ثانيه. تمام اعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد ما اخذنا فيديو بيتحدث عن النطق عند الاطفال. كنا نتكلم عن الظاهره، الظاهره اللي منتشره حاليا دلوقتي بمناسبه ازدواج اللغه او الازدواجيه في اللغه، ان الطفل يتعلم اكتر من لغه في الوقت في نفس الوقت، ان عندنا في بعض الاخوه المصريين اللي بيسافروا دول الخليج او بيسافروا دول اللي بره، تمام، فبيبتدي الطفل هو موجود في بيئه او في محيط معين بيتكلم بلغه معينه او بلهجه معينه، لكن الاب والام بيتكلموا بلهجه تانية، فيبتدي الطفل فيه عنده ازدواجيه، يتعلم اللغه بتاع الوطن او البلد اللي هو موجود فيه ولا اللغه الاصليه بتاعه الاب والام.
ده حاجة. الحاجة التانية ان الطفل نفسه لما انا كزوج بسافر وبيبقى معايا مثلا المدام ومعايا ابني او بنتي، فالطفل المحيط بتاعه صغير جدا، ما عندوش غير بابا وماما وانا والناس اللي حواليه. الناس اللي حواليه عاده ما بيبقاش فيه اختلاط، لان طالما انت مسافر فعاده ما بيبقاش فيه اختلاط الا في الحدود، فادي الحدود. فالطفل كده البيئه بتاعته بقت قليله، فهيكتسب المفردات منين؟ طبيعي لازم الطفل يبقى عنده تاخر نطق في الكلام. عشان كده بتلاقي الناس اللي بتسافر بعد سنه واتنين يرجعوا يشكوا ان ولادهم ما بيتكلموش، انه مش عارف يتاقلم مع الجو هنا. بالظبط. لا ده كمان وهم هناك وهم راجعين يرجعوا مخصوص عشان ولادهم ما بتتكلمش، ولادهم عندهم تاخر نطق وكلام. في بعض الحالات بتبتدي تدخل في سمات توحد، فبتبتدي المشكله عندهم تزيد اكتر، لان الطفل المحيط ضيق، في نفس الوقت الاب والام مشغولين مش بيدوا للطفل الحصيله اللغويه المكمله بتاعته، في نفس الوقت بابا بيشتغل. يجي العامل الاساسي بتاعنا بقى اللي بيؤدي لسمات التوحد، التلفزيون. كنت لسه هتكلم في موضوع التلفزيون والكرتون اللي الاطفال بتتفرج عليه. انا سمعت في بعض الاماكن وبعض يعني عند بعض الناس اللي كنت بزورهم ان الطفل بيقلد نفس صوت الكرتون وبيتكلم بنفس الطريقه، فهل تاثير الاعلام على الطفل في تاخر النطق والكلام بيأثر قد ايه وبنسبه قد ايه وازاي وليه؟ يعني من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا في الوقت الحالي او في العصر الحديث مشكله التلفزيون. دي مشكله كبيره جدا وبتاثر على نسبه كبيره جدا من الاطفال، وتؤدي الى مشاكل مش بس نقص لغه او 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 تاخر نطق وكلام. هناخد تقرير عن مشكله التلفزيون وعلاقته بتاخر النطق والكلام، وبعدين هنرجع مره ثانيه وبعدين نعلق عليه. أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما أخذنا تقرير بيتحدث عن تأثير الإعلام أو تأثير التلفزيون بشكل عام على تأخر النطق لدى الطفل. يعني سنتحدث في هذه النقطة يعني باستفاضة شديدة، ولكن وقت الحلقة قد قرب على النفاذ وتحتاج إلى حلقة أخرى مفردة للتحدث عن تأثير الإعلام على الأطفال. كيف يؤثر وما هي العوامل التي تؤثر في ذلك؟ لو جينا نتكلم عن مشكلة التلفزيون وتأخر النطق والكلام أو مشكلة التلفزيون وأثاره السلبية على الأطفال، مش محتاج حلقه، انت محتاج حلقات، محتاج سلسله من الحلقات، محتاج حلقات عشان تتكلم على موضوع هناخد الشق الصغير وفي وسريعا وفي عباره عن ممكن نديها زي عناصر رئيسيه وبعد كده نبقى نفسرها في اي حلقه من الحلقات الثانيه. مشكله التلفزيون ان الطفل قاعد قدام التلفزيون بيتلقى فقط، متلقي سلبي، التلفزيون هو اللي بيتكلم، انا ساكت ما بتكلمش، فبالتالي الطفل اتعود ان هو ما يتكلمش. لما تيجي حضرتك تكلم الطفل بتلاقي الطفل ما ردش عليك، لان هو واخد على التلقي السلبي فقط. تمام، دي رقم واحد. دي رقم واحد. رقم اتنين، الاشعه بتاعت التلفزيون او مشاهده التلفزيون نفسه، يعني لما جينا نعمل بعض الدراسات جاهم يعملوا رسم مخ للطفل، تمام، شافوا الاشارات العصبيه والكهربيه في دماغ الطفل في اثناء مشاهده التلفزيون بيحصل لها حاجه زي التظبيط او كسل، بتلاقي الدماغ كسلان، الاشارات بتاعته كسلانه، مفيهاش حركه، مفيهاش نشاط. بالظبط كده. ده عكس لو انت جبت طفل بيلعب مثلا بادوات حسيه، او جيت لعبت الطفل بحاجه في ايده او حاجه يقدر يمسكها بايده، او خليته يقرا كتاب او شاف صور او شاف قصص، بتلاقي الاشارات العصبيه بتاعت الدماغ بدات تنشط، بيحصل نشاط. فبالتالي التلفزيون ده بيعمل كسل دماغ للطفل. ضيف على كده موضوع العنف، لما اجي اتفرج على 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 بعض المسلسلات او بعض الافلام الكرتونيه بلاقي فيها مشاهد عنف، فالطفل بطبيعته بيكتسب الحاجه اللي قدامه، فيبقى كده اتعود على العنف. ضيف عليها المشاكل التانيه الاخلاقيه زي السرقه وزي الكذب وزي حاجات كتيره جدا بيقدر يكتسبها الطفل من مشاهده الافلام الكرتونيه، بالاضافه ان في بعض المشاهد او بعض الحاجات في الافلام دي لا يصح ان الطفل في سن اقل من 5 سنين او 10 سنين انه يشوفها، فبالتالي بتاثر على الطفل في الاخلاق بتاعته. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده ان الطفل نفسه قاعد بيتفرج على التلفزيون ممكن يكون بيستخدم مثلا بعض المسليات او بعض المقبلات على الطعام، فبالتالي المواد الحافظه اللي جواها بتاثر عليه نفسه، فكل دي حاجات بتاثر على الطفل من خلال الاعلام. بالظبط كده، من خلال مشاهده الافلام الكرتونيه. طب في ناس تقول لي مثلا انا اخلي ابني يتفرج على برنامج تعليمي، اجيب له برنامج تعليمي على التلفزيون واخليه يتفرج، اجيب له برنامج تعليمي على الكمبيوتر واخليه يتفرج، او الحاجات دي كلها واخليه يتفرج. طب هل الطفل ده هو بيتفرج على الحاجه التعليميه دي لوحده ولا انت معاه؟ طب في حاجات بتحتاج توضيح وتصحيح. طب انا دلوقتي كولي امر اجيب ابني جنبي، اجيب التاب، اجيب اللاب، اجيب التلفزيون، اجيب الحاجه اللي انا عايز اعلم ابني عليها التعليميه، وابتدي اقعد معاه اقول له اه شايف دي كذا ودي كذا ودي كذا. لما انا بكلم الطفل اكيد هيبص لي، هيرد عليا، تواصل بصري، هيرد عليا، هيبقى في تفاعل اجتماعي وتفاعل كلامي، يبقى الطفل كده عارف ان في تبادل في الحديث او في تبادل ادوار، ان انا ما اتكلمش بس وما اسمعش بس، لا انا اسمع واتكلم، يبقى انا كده علمت الطفل من خلال التلفزيون. لكن كون ان انا اسيب الطفل قدام التلفزيون دي مشكله، فريسه تلفزيون، مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. وفي حاليا دلوقتي في برضه ظاهره ثانيه ظهرت، يعني مشكله كبيره جدا عند الاطفال، بتظهر عندهم حاجه قريبه جدا من سمات التوحد،
فالاهل بتتخض وتقول ابني عندي توحد، لكن هو مش توحد، هو ده نتيجه للتعرض المبكر للتلفزيون. جميل. يبتدي الطفل يبقى وحيد، يبقى انطوائي دايما. الاباء والامهات بيبقوا عايزين يخلصوا من ابنهم لان هم عندهم مشغوليات ومسؤوليات كما يدعوا يعني، وما عندهمش وقت يقعدوا مع الطفل وما بيدولوش جزء من وقتهم، فبالتالي بيتركوه فريسه هذه الشاشه الصغيره لكي تتحكم فيه وكي تنشئه وتبنيه. يعني هل يفضل للاب والام قبل ان يعرضوا لابنهم فيلم كرتون او فيلم تعليم ان يشاهدوه قبلهم؟ هو الافضل ان انت تشاهده وتشوف الحاجه او الماده اللي هتتعرض على ابنك ده ايه فيها ايه. بالظبط، لازم انت تعرف الماده اللي هتتعرض على ابنك ده ايه، تشوف المحتويات بتاعتها ايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تسيبش ابنك منه للتلفزيون، خليك وسيط ما بين الاثنين، ما ينفعش تسيبني انا والتلفزيون بس، لا خليك انت وسيط ما بين التلفزيون وما بين الابن. صحح الحاجه اللي موجوده في التلفزيون، اعرفه الحاجه. يعني مثلا انا هنقول مثلا لو الطفل مثلا بيتفرج على برنامج تعليمي وفي مثلا صوره تفاحه، يعني يبتدي الطفل انت تقول للطفل الله شوف التفاحه، احنا عندنا تفاحه، اجيب لك تاكل تفاحه، التفاحه لونها احمر، التفاحه مدوره، التفاحه. اديت لابنك كم مفرط على كلمه التفاحه؟ اكتر من مفرط. بالظبط. سي مثلا هنجيب مثال مثلا زي مثلا القطب الفار. اخر مثال عشان وقت الحلقه وقت الحلقه احنا اخذناه كتير جدا في الفيديوهات، فاحنا ايه عايزين نتفرد شويه في الموضوع عشان الموضوع شائك جدا، فاحنا يعني هنتكلم على قد الحلقات مره اخرى في حلقات هنتكلم على قد الحلقه وبعد كده نبقى نكمل في الحلقات الثانيه. هناخد مثال مثلا زي القط والفار. لو القط مثلا والفار بيلعبوا مع بعض ما بيتكلموش، اللي هو توم وجيري. طب ما بيتكلمش الطفل يبقى ما هيتكلمش، لكن انا لو قعدت الله شوف الفار بيعمل ايه، شوف القط بيعمل ايه، شوف الجبنه، شوف كذا، شوف كذا، شوف كذا، يبقى انا كده علمت الولد مفردات من داخل الفيلم نفسه. لكن لو قعد يتفرج على القط والفار هيتعلم العدوانيه، هيتعلم المقالب اللي بيعملوها في بعض، هيتعلم ان هو مفيش كلام، ممكن يجربها فيصاب بمشكله غير النطق والكلام ويصاب بمشكله كده عضويه. استاذ ابو الخير احمد اخصائي امراض النطق والكلام والتنميه اللغويه، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين بشكركم لحسن المتابعه، والى ان التقي بكم في حلقه قادمه اخرى. لكم من كل التحيه، انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش عارف اعمل ايه، قولوا التقرير ومشاكلي تتحل بايه، اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه، وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه.